السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناتنا الكرام. فيديو مهم لمزارعين الفاصوليا، هنتكلم معكم فيه عن مشكلة مرضية خطيرة بتواجه أغلب مزارعين الفاصوليا، ألا وهي تصقيط الفاصوليا وأعفان الجذور. عدد كبير من المزارعين بيكلمني عن التصقيط في الفاصوليا، وللأسف أنا لاحظت أراضي كتيرة جدا موجودة فيها الإصابة وموجود فيها تصقيط، وده طبعا بيقلل من عدد النباتات في الأرض عندنا، وفي النهاية هنلاقي إن المحصول هيقل. علشان المشاهدين ما يساووش مننا، هنتكلم معاكم في البداية وفي الأول عن طريقة العلاج لمشكلة التصقيط وعفان الجذور في الفاصوليا. بعد كده هنتكلم معاكم عن الأسباب اللي بتخلي الأرض عندنا تصاب بعفان الجذور، وهنتكلم معاكم بعد كده عن طريقة الوقاية من أعفان الجذور والبرنامج الوقائي، وهنعرف معاكم علاقة تسميد الهيوميك أسيد بأعفان الجذور ومشكلة التصقيط. الأول اللي بيشوفنا ما ينساش يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مش مشترك في القناة تقدر تنزل تضغط على كلمة اشتراك وتشترك علشان يوصلك كل الفيديوهات والنشرات الزراعية الحديثة اللي بتنزل على القناة. ظهر عندي تصقيط وذبول في الفاصوليا يا باشمهندس ومش عارف أعمل إيه. هنتكلم معاكم بأسلوب بسيط علشان كل المشاهدين تستفاد وتاخد المعلومة اللي هي محتاجها. لو في ذبول في الفاصوليا عندك زي اللي في الفيديو، هتبدأ تخلع الجدر وتفحصه. لو الجدر ضعيف وخلعته بسهولة وموجود فيه عفن والعفن لونه بني محمر، يبقى دي إصابة بأعفان الجذور. ممكن تكون إصابة بفطر الرايزوكتونيا أو فطر الفيوزاريوم أو فطر البيزيا. لو تأكدت إن الذبول والتصقيط اللي عندك في الأرض سببه هو أعفان الجذور، هتبدأ بعد كده تشوف نسبته في الأرض قد إيه. هتشوف نسبة الإصابة عندك في الأرض كام في المية، هتشوف الإصابة بتزيد في الأرض ولا الإصابة متوقفة. هتتأكد وتشوف الإصابة موجودة في المناطق اللي رديئة الصرف وسيئة الصرف، اللي المية بتوجف فيها ولا لأ. دي كلها ملاحظات لازم وانت في أرضك تتابعها وتشوفها بعينك وتحددها. بعد ما هتعرف نسبة الإصابة في الأرض والأماكن المصابة، هتبدأ تحدد طريقة العلاج والمكافحة. لو الإصابة بسيطة ولا تتعدى 5% والإصابة متوقفة في المناطق اللي هي واطية أو المناطق سيئة الصرف، يبقى هتعمل علاج وقائي بسيط علشان يحافظ على الأرض عندك وما تكلفش نفسك. وأفضل علاج وقائي لأعفان الجذور هو استخدام كبريتات النحاس، بتضيفها مع الري سواء هتروي تنقيط أو غمر. لو هتروي غمر هتضيف معدل 5 كيلو للفدان. كبريتات النحاس اسمها الشائع والمشهور في السوق هي الجنزارة، لونها بتكون أزرق عبارة عن بلورات صغيرة، ودي طبعا من المواد القوية جدا اللي بتحمي التربة وبتحمي الجدر عندك من تفاقم الإصابة بأعفان الجذور. في مبيدات ومواد تانية كتيرة هنذكرها معاكم نقدر نستخدمها، زي مادة برمنجانات البوتاسيوم، دي برضو نقدر نضيفها. نقدر نستخدم مبيد الماكسيم مع الرايزوليكس، نقدر نستخدم مبيد اليونيفورم وده مادته الأزوكسستروبين مع مادة الميتالاكسيل، نقدر نستخدم مادة البريفيكو انرجي وده مادة البروباموكارب هيدروكلوريد مع مادة فوسيتيل الألومنيوم، نقدر نستخدم مبيد التشارجين وده مادته الهيميكسازول، نقدر نستخدم مبيد الدابل 56% وده أيضا مبيد ممتاز جدا ومادته الفعالة هي سيفونات الميثايل مع مادة الهيميكسازول. كل دي مبيدات تقدر ترشهم وتقدر تحجنهم مع الري. الأفضل طبعا هو إنك تحجنهم مع الري، والكمية مع الري طبعا كل لما تزود الكمية كل ما هيكون أفضل علشان تاخد نتيجة أحسن من المشكلة اللي عندك في الأرض. من العوائق اللي بتواجه المزارعين وهي إن تكلفة أعفان الجذور لما بتحجنها مع الري بتكون غالية، لأنك هتستخدم كمية كبيرة، فأغلب المزارعين بتبدأ تقوم بعملية الرش علشان إيه التكلفة بتكون عالية. طبعا لما هترش على الأوراق الإصابة بتكون موجودة عندك في الجذر، فالنتيجة طبعا مش هتكون 100%، هتاخد نتيجة متوسطة. لو مش هتقدر انك تحجن مبيد لعفان الجذور مع الري وهتقوم بعملية الرش،
في مواد فعالة كتيرة جدا تقدر تستخدمهم علشان تقدر تاخد جميع الفطريات الموجودة في الطرب. من المبيدات اللي أنا برشحها ليكم وهي مبيد الدبل 56، أو تقدر تستخدم مبيد اليونيفورم، أو تقدر تستخدم مبيد الماكسيم مع الرايزوليكس، أو تقدر تستخدم مبيد البروفيكور إنرجي. في مبيدات كتيرة جدا في السوق بتشتغل على أعفان الجذور وبتجيب جميع الأعفان، تقدر تستخدم بعض منها وتخلط المبيد حسب اللي متوفر عندك في السوق. ضروري جدا أثناء عملية الرش لأعفان الجذور إنك تركز الرش على منطقة الجذر، تركز الرش على منطقة الجذر وساق النبات من أسفل. في طريقة مكافحة ممتازة أيضا لأعفان الجذور وبتكون غير مكلفة، وهي إننا هنضع محلول للنبات المصاب عن طريق إننا بنجيب برميل حوالي 100 لتر مياه مثلا، وهتضع فيه المبيد المناسب وتبدأ تروي النبات المصاب بمعدل نص رطل مثلا. هتجيب كوز أو إناء صغير وتضيف المبيد للنبات المصاب. دي طبعا من الطرق السريعة ومتوسطة التكلفة تقدر تكافح بيها التسقيط في الفاصوليا أو في أي نبات عندك. من الطرق العلاجية أيضا وهي إننا بنخربش ونجمع التربة حوالين جذور النبات المصاب. ده علشان إيه؟ علشان إنك لما هتخربش وتجمع التربة ده هيساعد الجذور الجانبية للنبات إنها تنتشر بصورة أكتر وتتوغل في التربة. دي أيضا من الطرق المبتكرة تقدر تقلل معانا من تأثير ظاهرة أعفان الجذور. بعد ما عرفنا طرق علاج التسقيط وعرفنا معاكم مشاكل أعفان الجذور، عايزين نعرف معاكم أسباب إصابة الفاصوليا بعفان الجذور. الفاصوليا محصول بقولي بيكون حساس للمية وحساس للعطش جدا وحساس أيضا للملوحة. لازم يكون مزروع في أرض تكون جيدة الصرف وأرض تكون خالية من الملوحة. لو الأرض عندك اللي أنت زارع فيها الفاصوليا مش مستوية، يعني فيها منحدرات عالية ومنخفضة، أو الأرض رديئة الصرف فيها مناطق بتشبع في أثناء عملية الري، فدي أسباب رئيسية تخلي الفاصوليا عندك تحصل فيها عملية التسقيط وتواجه مشاكل أعفان الجذور. لو أنت بتضيف سباخ للأرض وضفت سباخ للفاصوليا كان طازة أو كان غير متحلل جيدا معداش عليه حوالي 4 شهور، فده طبعا هيساعد إن الفاصوليا تظهر فيها الفطريات ويظهر مشاكل عندك وأعفان في الجذر. لو عندك ملوحة أو عندك نيماتودة في الأرض، وده خاصة مع الأراضي الرملية والأراضي الجديدة، فده هيكون عامل رئيسي هيساعد على انتشار أعفان الجذور عندك في الأرض. والسبب الرئيسي أيضا هو إنك بتشبع أثناء عملية الري، ولما هتشبع التربة ده هيزود الرطوبة وهيساعد على إن الفطريات تنتشر عندك في الأرض. بعد ما عرفنا معاكم علاج التسقيط وعرفنا الأسباب، عايزين نعرف إزاي نحافظ على الأرض من الإصابة بأعفان الجذور، أو إيه هي طريقة الوقاية من أعفان الجذور. الأول ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو لو استفدتوا بأي معلومة معانا. بالنسبة لطريقة الوقاية من أعفان الجذور، أول طريقة معانا وهي إننا هنحرط الأرض ونجلبها جيد. هتحرط الأرض كويس وتجلبها تجليب جيد. الطريقة التانية معانا إننا هنشمس التربة فترة زمنية تكون كافية، سيب الأرض لمدة أسبوع تتشمس كويس. الطريقة التالتة معانا وهي إننا ما نضيفش سماد بلدي يكون غير متحلل. يعني إزاي؟ يعني ما تجيبش سماد طازة معدي عليه شهر أو أسبوعين وتوديه في الأرض مباشرة وبعد كده تقوم بعملية الحرط. ده طبعا خطأ جدا هيزود عندك من الفطريات في التربة وهتواجه مشاكل بعد كده أثناء زراعة المحصول بتاعك. طريقة الوقاية الرابعة معانا وهي تسوية الأرض بالليزر. الطريقة الخامسة وهي تنظيم عملية الري. تنظيم عملية الري والري على الحامي، يعني بلاش إنك تشبع في الري وتعاني بعد كده من التسقيط. الطريقة السادسة معانا وهي إضافة الكبريت الزراعي على وش التربة قبل عملية الزراعة. الكبريت الزراعي ليه فوائد مفيدة جدا للأرض وبيطهر التربة عندنا من مشاكل أعفان الجذور، وليه فوائد تانية إنه بيخفض pH التربة. الطريقة السابعة معانا وهي معاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية. ضروري جدا أي تقاوي تحطها في الأرض تعملها بالمطهرات الفطرية.
والفاصوليا من المحاصيل الحساسة، فضروري إنك تعملها بالمبيدات والمطهرات الفطرية قبل عملية الزرع. طريقة الوقاية التامنة معانا وهي إنك تضيف كبريتات النحاس مع رايت المحياة، يعني محصول زي الخضار زي الفاصوليا مع رايت المحياة على 21 يوم مثلا، تبدأ تضيف كبريتات النحاس الجنزارة زي ما قلنا لكم في طرق العلاج. الطريقة التاسعة معانا وهي إننا هنتبع دورة زراعية ثلاثية، يعني ما ينفعش تكون زارع فاصوليا في العروة الصيفي وتعدي 4 شهور أو 3 شهور وتزرعها في العروة الشتوي. ما ينفعش تزرع فاصوليا في الأرض كل سنة، ده هيساعد على إن الأعفان والفطريات تنتشر عندك في الأرض، وهيظهر عندك مشاكل في المحصول وتكلفة العلاج هتكون غالية. طريقة الوقاية الأخيرة معانا والعشرة وهي إننا ننشئ شبكة صرف جيدة علشان تصرف مياه الري الزايدة. دول 10 طرق وقائية لو قدرنا ننفذهم ونخلي بالنا منهم ونخليهم في دماغنا، بنسبة 95% هتحافظ على أرضك وعلى زرعك من مشاكل أعفان الجذور. النقطة الأخيرة اللي عايزين نتكلم معاكم فيها علشان للأسف الفيديو بيطول مننا، وهي علاقة الهيومك بأعفان الجذور. الهيومك بيزود الرطوبة حوالين النبات لأنه بيحتفظ بالمية، فلو عندك إصابة بأعفان الجذور واستخدمت الهيومك الإصابة طبعا هتظل موجودة. لذلك لو أنت ضروري هتستخدم الهيومك وعندك أعفان في جذور النباتات أو في الأرض، يبقى ضروري إنك تضيف مبيد للأعفان، ضروري تضيف مبيد لأعفان الجذور لو هتستخدم الهيوميك أسب. ويفضل لو أنت هتستخدمهم الاتنين حجم ما تضيفش أو ما تخلطش الهيوميك مع مبيد الأعفان، تضيف كل مبيد لوحده ببرميل منفصل.